مصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. عشان ابنك وابني أفرولان إدارة تسويق تنمية. عالحلم ونوصل وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر احلى وهيهون، يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا والصحرا الصفرا تخضرا وساعدنا بإيدنا نطورا. بسم الله على الله توكل، برنامج من سيزرع المليون. اهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج. النهارده هنتكلم عن محصول مهم في ظل فيروس كورونا المستجد وتاثر القطاع الزراعي كباقي القطاعات الموجوده في مصر، لكن القطاع الزراعي بصوره اقل ممكن يكون اتاثر، على الرغم من ان المزارعين بيشتكوا من مشاكل كتير خلال الفتره الماضيه. النهارده هنتكلم عن محصول مهم تصديري، صدرنا حتى الان منه حوالي 59 الف طن حتى اول يونيو الجاري، وهو محصول العنب. احنا معنا المهندس رضا ابو العز، احنا باشمهندس استشاري زراعه العنب، اهلا بحضرتك. كمان معنا الباشمهندس سالم ونيم استشاري زراعه العنب، وهو اول مره يكون معنا، لكن الباشمهندس رضا طبعا دي ثاني او ثالث مره، اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. ويعني احنا خلال الفتره الاخيره القطاع الزراعي زي باقي القطاعات في مصر وزي كل الدول في العالم تاثر بفيروس كورونا المستجد، وكان ليه تأثيرات كبيرة سواء على العاملين أو على التحركات أو على عملية التصدير. في البداية عاوز أعرف من حضرتك ببساطة، إزاي ممكن إزاي زراعة العنب في فيروس كورونا في زمن كورونا تأثرت أم لم تتأثر خلال الفترة الماضية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، زراعة العنب أكيد اتأثرت بفيروس كورونا خارجيا، داخليا ما أعتقدش، أنا أتكلم عن الناحية الخارجية. الاول طبعا القوى الشرائيه للمستهلك الاوروبي او في الدول اللي احنا بنودي لها كلها اكيد متاثره، الناس عندها ازمه اقتصاديه، فبالتالي بالنسبه لهم العنب محصول رفاهيه مش محصول اساسي. مع ازمه كورونا والحاله الاقتصاديه اللي هناك فبدا يبقى في الطلب اقل من الموجود. تمام. طبعا حصل هزه في السوق في الاول للسنه في اول الموسم، ان المصدرين بدأوا يشتروا عنب بدري، كانوا متوقعين ان السوق فاضي خالص،
لكن كانت الهند ودت عنب بكميات كبيره جدا وجنوب افريقيا وبسعر اقل مننا، لكن الجوده كانت اوحش. فبالتالي كان الوقت اللي احنا بدانا فيه الموسم اللي هو 10 مايو كان الناس بتشتري ب 20 جنيه و18 و22 وكلام من ده. الكلام ده غير قابل للتحقيق، لان دايما سعر العنب بيدور حوالين دولار، سعر العنب المتغطي البدري. تمام. بعد كده اما بدا السوق ينكشف في المشكله بتاعه الهند والعنب الكتير اللي موجود والاسعار اللي هناك، بدا السعر ينزل. تمام. فاللي تبع على 20 منفذ على 20، تبع على 18 منفذ على 18، وان كان الناس حصلت خسائر. حصلت، هو مش خسائر، خلينا نقول اللي حصل اللي هامش الربح قل. يعني العنب المتغطي مفيش خسائر، العنب المتغطي لا، في مكسب من مثلا من 20% لحد 80% وممكن يوصل ل 100%، لكن ما حصلش خسائر. اللي يقول في خسائر ده كلام مصحيح. هزه بسيطه ممكن هزه حصلت في السوق. تمام كده. طيب احنا عندنا حاجه حصلت في السوق، دايما السوق العنب حاجتين، ابيض واحمر، يعني بيشتغل في التصدير ما بيقولش فليم او ايرلي سويت او لا، هو دايما بيقول يا عنب ابيض يا عنب احمر. الابيض دايما من خبراتنا في مجال التصدير من سنين، دايما لما بيبدا عالي قوي. يعني مثلا انا هقول ارقام بس عشان ما حدش ياخدها كرقم استرشادي، وليكن الكرتونه في انجلترا ب 15 جنيه استرليني، كان بيبدا كده مثلا وماشي. فما بيجي بيمشي على الموضوع ده اسبوع اتنين وبتني نازل، ما بينزلش مثلا ل 14، بتني نازل ل 7. فبتني دايما تلاقي نفسك السبيريور مثلا نزل ب 12 و13 بعد ما كان ب 18 وليكن ايه. السنه دي ما عملش كده، السنه دي بدل ما يبدا ب 15 لا بدا ب 11 او 12. انا ارتفع لا تني اما نزل من 11 ما نزلش بقى ل 7، نزل ل 10 ونص مثلا، نزل حاجات بسيطه. فبالتالي ما زدش السوق. متوسط سعر البيع يعتبر كويس بالظبط كده. تمام. يعني في المتوسط الاسعار كويسه؟ لا، المتوسط الاسعار كويسه، وانا شايف الموسم ده احسن من السنه اللي فاتت كتسويق. ممكن يكون الناس شايفه الموضوع بشكل مختلف، لكن لا، هو انا شايف ان بره كان السوق معقول، مش بيرفكت، لكن كان كويس. سقطت الابيض في التوقيت ده، السنين اللي عدت بترجع 4 جنيه و5 جنيه للمصدرين، والناس عارفه الكلام ده كويس، الناس كانت بتقف. لكن ما زال لحد النهارده السبيرور مطلوب بارقام كويسه جدا، من مش عايز اقول من 12 ل 15 جنيه حسب الجوده. ما زال لحد النهارده اللي انت بتعدي النص تاني من مقارنه بالسنه اللي فاتت كان بسعره السنه اللي فاتت في الوقت ده قد ايه؟ لا، مقارنه بالابيض بالسنه اللي فاتت، لا الابيض السنه دي لحد النهارده احسن بالسنه اللي فاتت. ليه؟ انا بقول لك، هو انت النص تاني من يونيو ما زال السوق بره كويس. تمام. يعني انت لو بتودي حته عاليه قوي فمش هتبقى مجزيه معاك، فانت وقفت. لكن روسيا والدول العربيه والكلام ده كله في الاول كان وحش وبدا احسن. طب بالنسبه اللي هو اتكلم على سوق اللي بره وتاثر العمليات التصدير والتسويق بصوره عامه، لكن بالنسبه للوضع الداخلي، يعني وضع المزارعين، وضع العمال، وضع اصحاب المزارع، وضع المزارعين نفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. احب ارحب بحضرتك وبشكرك على الاستضافه الجميله دي. انا هتكلم على السوق المحلي والمهندس رضا استفاد في الجانب التصديري. السوق المحلي السنه دي احنا كنا شبه متوقعينه، يعني من ساعه ما عرفنا ان الشتاء اللي فات ده دافي، قلنا عرفنا على طول ان هيبقى فيه انخفاض في الاوزان، وده هيعمل رواج في السوق وهيخلي السعر الى حد ما مقبول. يعني انخفاض في الاوزان، يعني انتاجيه الفدان هتقل. لما يكون الشتاء دافي بيبقى الموسم كومباكت او موسم سريع، فبيحصل يعني عدد الخلايا جوه الحبايه بيبقاش كبير، فبالتالي بيبقى الحبايه واخده حجم لكن ما فيش وزن. فمعدل الانتاج الفدان السنه دي قل حوالي من 25 ل 30%. يعني انتاجه قد ايه بالطن مثلا؟ يعني مثلا لو قلنا الفدان 10 طن، لا الفدان جاب 7 طن. ده في الغيط المثالي السنه دي، تمام؟ مع جوده عاليه. فاحنا كنا متوقعين ان السوق هيبقى فيه مدى واسع. الحاجه الثانيه اللي طمنتنا بالنسبه برضو للسوق المحلي السنه دي، ان في تفاوت في موعد النضج. الناس في ناس استعجلت رش الدورميكس بدري قوي السنه دي، في ناس رشت 15/12، وناس رشت 28/12، وناس رشت 10/1، في ناس اول ديسمبر. فحصل جاب كبير بين المزارع وبعضها، فده ادى متنفس لكل المزارع انها تبيع بسعر كويس. يعني احنا لو نقول مثلا مفيش اغراق للسوق، يعني الانتاج كان بعيد عن بعضه، مش كله جه مع بعض. يعني ناخد من المهندس سالم، يعني الايرلي سويت بدا ابيض،
تاني لحد ما المضغط كله خلص، بعد كده دخل المكشوف الايرلي سويت، بعد كده السيفيريور بتنظيمها اللي ربنا خلقه يعني. يعني هنقول لحضرتك مثلا المنيا دخلت بعدين، احنا بنقول السوق المحلي بيتاثر طبعا بالتصدير بنسبه كبيره، لكن التصدير خزل السوق المحلي في الاول، الناس كان بيجي لها اسعار في التصدير اقل من السوق المحلي في لحظه الجمع يعني، خاصه الناس اللي جمعت قبل العيد كلها باعت باسعار كويسه في السوق المحلي افضل من التصدير. يعني مثلا التصدير كان يجي يتكلم في 15 جنيه يا باشمهندس، وهو في المحل بيبقى 18 جنيه. فكل الناس اللي جمعت قبل العيد كلها كسبت كويس جدا، لكن زي ما قلت لحضرتك الاطنان كانت قليله. الحاجه الثانيه لو بصينا المتغطي، المتغطي خلص قبل المكشوف بفتره. المنيا جمع ايه الفرق بين المتغطي؟ خلي بالك احنا بنتكلم ناس ممكن ما تعرفش العنب المتغطي بالبلاستيك. الناس بتزرع ازاي؟ دي طريقه لتبكير العنب، بنغطيه بالبلاستيك، بس ان احنا نجمع بدري بنقول مثلا من 10 ل 15 يوم قبل المكشوف، فده بيديك اريحيه شويه في التسويق يعني. المتغطي خلص بدري السنه دي، يعني انا شفت ايرلي سويت كان معايا شغل ايرلي سويت بدا جمع 29/4، طبعا دي حاجه مبكره جدا. الفيليم معايا مازال شطبت تماما قبل العيد، فده ادى مساحه للمكشوف انه يشتغل. المكشوف نفسه مش جاي كله مع بعض يعني، المزرعه كلها من الناس رشه مواعيد متفاوته في الدورميكس، فده ادى براح في الجمع شويه. في مزارع بتشطب ومزارع لسه ما جمعتش، فده مريح في السوق المحلي شويه لغايه دلوقتي سعر العنب متماسك، رغم ان كميات العنب مش قليله، لكن والتصدير ما يسحبش كميات كبيره. رغم ذلك السوق يعني انا شايف ان كلها جت من عند ربنا يعني. أيوة حاجات أيوة كلها رغم ان هي ترتيبها زي ما قلت لك زي ترتيبها الطبيعي. وبعدين انا ما عندكش مشكله في في العماله ولا النقل ولا الكلام من ده، زي بره يعني اسبانيا وايطاليا ما اشتغلوش نهائي. عندهم اصناف الرالي والكلام ده بيشتغل اول يوليو، وعندك جوده كويسه. احنا عندنا تمام احسن السنين من حيث الجوده مش من حيث الكام. انت قلت الانتاج حوالي 25-30%. وبرضه يعني اضيف على المهندس سالم، مش كل الناس يعني، عشان برضه ايه، مش كل الناس تاثرت بالانتاج يعني. الناس مثلا اللي رشت متاخر عندهم انتاج معقول مقبول يعني، بدل 7-8، ودي تفرق كتير، تفرق كتير في سعر الفدان يعني. ماشي بس يعني. طب احنا معانا الحاجة التانية تتعلق بالأصناف، الأصناف اللي دخلت مؤخرا أو وصلت مصر مؤخرا، ومميزات هذه الأصناف مقارنة بالأصناف اللي موجودة بالفعل في مصر وكمان مشاكلها. هو احنا عندنا مجموعة أصناف كتيرة جدا، لكن أنا حابب أثير حاجة مهمة جدا يعني، وإحنا خدناها على عاتقنا أنا والمهندس سالم وبدأنا نشتغل عليها. الاصناف الجديده اللي احنا بنشتغل عليها بنعمل عنها تقرير اخر السنه او بوست على صفحاتنا على الفيسبوك. واحنا عملنا مناسبه لكل الناس، زمايلنا الاستشاريين الاكبر مننا والمهندسين الكبار اللي موجودين في المزارع، يعملوا زي احنا ما عملنا. بمعنى ايه؟ احنا دلوقتي عندنا اصناف كثيره جدا يعني، مثلا عندنا اصناف القارات ديت اللي تابع ليها ريولتي معين في شركه واخداه في مصر، مجموعه مساهمين. النهارده لحد النهارده احنا ما عندناش بروتوكول. احنا بقى عملنا حاجه ثانيه بقى، خدنا المشكله دي وبدانا نعالجها في مجموعه اصناف. يعني مثلا احنا عندنا صنف جديد اسمه الايرلي فليم. الصنف دوت هو فليم شجره، طلع بدري وعمل منه اكسار وبدا يتجرب بقاله 3-4 سنين، لكن ما حدش عمل ابلكيشن له بروتوكول اللي هو يقول اللي الصنف ده يترش امتى، يتعمل امتى، يتزرع امتى، يتعمل امتى، الصنف دوت صنف زيه زي الفليم في كل حاجه، الا انه عنده شويه مميزات وشويه عيوب. مميزات اسمه ايه الصنف ده؟ ثم سموه ايرلي فليم يعني. ايرلي فليم الاكثر الصنف سماه ايرلي فليم تمام. لكن الشجر ده موجود عند كل الناس يعني، ممكن تلاقي غط فليم كلته وفي 3-4 شجرات جايين بدري وملونين، لكن هو الراجل اللي اجتهد وخده وعمل منه اكسار وبدا الناس تزرعه، وبدا يزرع بكميات كبيره جدا. ماشي، احنا اشتغلنا عليه السنه دي في مكان في مزرعتين، في ابو غالب وفي بني سويف. الصنف ده جاي من بره؟ الصنف ده في مصر؟ لا، ده هو شجر موجود جوه الغيط، جوه المزارع. المهندس زميلنا لقاه، لقى شجر لون منه بدري قبل الفليم، خد عمل تابعه سنتين ثلاثه، عمل منه، خد عقل وعمل منه اكسار في المشتل، وبعدين خد زرع شويه شجر، خد منهم عقل ثانيه وجربه. ده مين المهندس؟ ما ينفعش بقى مش موجود تمام. بدا الموضوع ينتشر في الصنف، لكن الهدف برضو ان الصنف كلته ما زال خاضع للتجارب سنين. هل عايز تقعدني كده؟ لا، هو مميزات الصنف زي ما قلت لك، هو الصنف بيجي بدري بحوالي 15 يوم عن
زيه زي المتغطي في الفيليه، يبقى انا وفرت على نفسي تكلفه المتغطي. هل هو هيثبت اللي هو فيه الصفه دي ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه السنين الجايه. تمام؟ انا عملت بوست عليه بشكل مفصل بالتجربه اللي انا خطاها. هو عنده شويه عيوب فنيه في الخف في تحجيمه، محتاج شويه تكنيكال شويه فيه، وده ذكرناه في خلال البوست يعني. تمام؟ ده صنف الارات مع زي ما قلت هي موجوده في مصر بقالها سنين، حاجات كتيرة اتجربت. انا شخصيا اشتغلت على الار 29 وال 30 من الاصناف الكويسه جدا جدا، مشاكلها بدات الناس تعرفها، بدا يبقى لها بروتوكول، بس الكلام ده كله محتاج الناس تشتغل عليه بشكل كويس جدا، يبقى في حاجه اللي بيشوف تجربه يقول. ما حاولتوش تتواصلوا مع مراكز بحث علمي زي مركز بحوث زراعيه مثلا يتبنى حاجه زي كده؟ يعني ده صنف جديد، ليه ما نتبناش ونسجله هنا في مصر؟ هم الناس اصحاب الصنف عملوا كده، وهم وبتوع والمركز تقريبا رفض، لانه الصنف برضو في الاخر يخضع للفيليم ويخضع للتجارب لدلوقتي. لكن في صنف جاي تاني برضو كان المهندس سالم لقاه في مزرعه عنده وبدا منه اكسار، وبرضو يخضع للتجارب، هو يتكلم عليه احسن مني. طب احنا معانا قبل ما باشمهندس سالم يتكلم على الصنف ده معانا استاذ محمود من القاهره. استاذ محمود. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. اهلا بيك باشمهندس سالم، ممكن اكلمك؟ اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل. انا عندي مشكله التلوين. تمام. مشكله اللون، يعني انا رشينا الاثر مرتين. تمام. واللون ما جابش مره واحده، المساحه ما جابهاش مره واحده يعني. تمام. فدي هل ليها رشه ثانيه ولا نقدر نعالجها ازاي يعني؟ شكرا يا استاذ محمود، شكرا لك. نجاوب مع التليفون. لا ما لك، هو السؤال ويسمع. طيب نجاوب على السؤال الاول. موضوع التلوين بس بسرعه عشان الوقت يعني. آه على السريع عشان برضو موضوع الاصناف، احنا حابين نتكلم عن الصنف البلاك ماجيك والطفره اللي انا وجدتها عندي يعني. تمام. بس هنرد على سؤال الاستاذ محمود الاول. موضوع التلوين موضوع معقد شويه، بتدخل فيه حاجات كتير. اول حاجه الحمل، انت عندك كام عنقود على الشجره، وهل العنقود دي كلها جيل واحد ولا اجيال كتير؟ الحاجه الثانيه برنامج التسميد المتبع طول الموسم من التخريج او ممكن من التخزين بعد الحصاد الموسم السابق، من التخزين لحد الحصاد في الموسم الحالي. برنامج التسميد ده شكله ايه؟ وحدات الازوت اللي هو ضايفها قد ايه؟ اداره عمليه الري، يعني لا تعطش الجاير، هو ممكن عطش جاير ياخد لون لكن بيبقى على حساب صلابه الحبات وعلى حساب جوده العنقود. ممكن يحصل معاه تدين، ممكن يحصل معاه ووتر بيري، حاجات من هذا القبيل يعني. المياه الزياده تاخر اللون، الظله الزياده تاخر اللون، كل دي حاجات. توقيت رش الاسرن، هو رش الاسرن امتى؟ هل هو رش في التوقيت المظبوط بعد اكتمال نزول مياه ولا رش بدري؟ ظاهره شفناها في بعض المزارع الناس اللي استعجلت برش الاسرن السنه دي، موضوع ان القط ان الحبايه كلها تلون والصره بتاعت الحبايه من تحت فضلت خضراء وما لونتش، وطبعا ده طلع مزارع كتير من التصدير السنه دي. فموضوع التلوين اول حاجه ضبط الحمل. الحاجة الثانية الإضاءة والتهوية، الري، وحدات الأزوت المضافة، توقيت رش الإسرن ومعدلاته، دي نقطة مهمة. كمية المحلول للفدان. كمية المحلول للفدان. أنا برش الإسرن بتركيز كام؟ والفدان خد معايا محلول قد إيه؟ كل دي نقط مهمة. نوع المعدة المستخدمة. المعدة المستخدمة، طبعًا الإلكتروستاتيك عملت معانا طفرة في التلوين السنة والسنة اللي فاتت. بالنسبة للأصناف الجديدة. طب إحنا قبل الأصناف معانا أستاذ محمد من البحيرة. أستاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. حضرتك يا فندم كنت بس عايز اكلم الباشمهندس سالم في نقطه بس مهمه جدا يعني. اتفضل. حضرتك كنا عايزين بس يعني الدوله تحس على تسويق منتجات المزارع اللي هو بيخسر سنويا ده بسبب البيع باقل من التكلفه. واخد بال حضرتك؟ نقدر التفاوت بين ارتفاع الاسعار. تمام. احنا بالفعل اتكلمنا في موضوع التسويق، بس المهندسين بيقولوا ان الاسعار كويسه يعني السنه دي، في هامش ربح للمزارعين العنب. يا فندم بالعكس، المزارع برضه هو كل سنه بيخسر، واخد بال حضرتك؟ فهو السنه دي انت عارف التكلفه بتاعت يعني التكلفه بتبقى كتير، واخد بال حضرتك؟ فالنهارده الانتاج كويس ولكن الاسعار مش كويسه يعني في النازل، وحضرتك بتنزل يعني بتنزل مثلا لو ب 7 جنيه تجيبها ب 5 جنيه 6 4 جنيه، فبينزل نزول يعني ايه؟ فده من التجار ولا ده من ايه بالظبط؟ تمام. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد من البحيره. ممكن باشمهندس سالم او باشمهندس رضا تردوا على موضوع الاسعار، رغم انتوا قلتوا ان اسعاره كويسه. موضوع السوق بيخضع لنقطه مهمه قوي، الجوده. انا ممكن اكون عندي عنب
بقدر ابيعه ب 6 جنيه في المقابل هو ممكن يبيعه ب 3 جنيه. المهم جوده العنب شكلها ايه؟ والسوق اللي بيطلبه بيبقى عامل ازاي؟ هل في تلاعب من التجار في الاسعار؟ لا هو والسوق مفتوح يعني عندك شقين بدل التاجر فيه كتير. لا عندك شقين، الشق الاولاني الاسواق الكبيره اللي العبور واكتوبر والمنصوره وكل الاسواق بتاعه الاقاليم دي، ده شق. الشق الثاني عندك تجار الفروشات، تاجر الفرش ده بياخد جوده عاليه وبياخد بسعر عالي وطبعا ما فيش نولون، فده بيوفر على المزارع كتير. يعني لو ببيع احنا علشان الوقت عايزين نعرف البلاك ماجيك صح؟ اه تمام. البلاك ماشي. البلاك ماجيك ده صنف اسود يعتبر الى حد ما مبكر لو اتغطى، يجود جدا تحت البلاستيك، المكشوف فيه ما بيبقاش بنفس جودة المتغطي، توقيته ممكن يجي في أول 6، صنف في المحلي لسه ما يعني ما لهوش إقبال كبير لأنه غريب شوية على السوق المحلي، لونه إلى حد ما غريب شوية على المستهلك المحلي. أسود غامق. أسود غامق، فالمزارع بيخاف منه شوية، أقول لك قصده المستهلك بيخاف منه شويه، اقول لك ده واخد مرشوش منظمات نمو كتير يعني. او في ناس فاكره اللي هو خمره. اه فاكره بتاع ان هو بتاع خمور، لكن هو صنف مذاقه جيد جدا، الشيلف لايف او الصفه التخزينيه بتاعته عاليه جدا يعني. انا ممكن انا حطيت عنقود اسبوع، يا ريت لو نعرض العنقود واحنا معانا. حطيت اسبوع عنقود بره التلاجه وفضل حيويه العنقود زي ما هي. فهو اسبوع كامل. فهو عنقود صنف صلابته حلوه، سكرياته لما بتاخر شويه بتبقى هايله جدا، بيدي سايز عالي جدا، ما بترشش رشات خف ولا بترش استطاله، ممكن بياخد رش التحجيم، ممكن ما يحتاجش اسر تماما. طبعا ده هتوفر عليك في قصه التصدير والتحاليل والقصه دي، هتريحك من موضوع المتبقيات بتاعت الاسر. فهو صنف واعد جدا من حيث الانتاجيه، لا بيدي انتاجيه عاليه، العنقود بتاعه بيوزن وزن كويس افضل من الاصناف الثانيه. طب احنا وصلنا لايه في كتجربه فيه؟ هو يعني هل تنصح بيه؟ يعني انت وصلت لتجارب فيه لحد فين؟ انا اشتغلت عليه السنه دي وقابلنا دروبات، لان طبعا كان في نقص في المعلومات عنه. هو الصنف عمره كله في مصر حوالي من 3 لـ4 سنين، المساحات المزرعه منه لحد النهارده قليله، مفيش داتا كامله او بروتوكول زي ما المهندس رضا يقول لك انت تتعامل مع الصنف ده ازاي، فاضطرينا ان احنا نخوض التجربه ونتعلم. انت عرفت منين اصلا عنه؟ عرفت منين يعني؟ شفته فجاه طلع عندك في الارض ولا لا أنا شفت ولا جبته من بره؟ لا انا شفته عند بعض المزارعين وبدانا نروح للمشاتل وجبنا وزرعنا. الصنف مشاكله كالاتي: اولا هو صنف حساس جدا للحراره، لو حراره شديده بتاذيه، حساس جدا لللمس او التبصيم، يعني لو حضرتك مسكت الحبايه من بعد لحد نزول الميه مسكتها كده الحبايه دي انتهت. تمام. حساس جدا لساعات الشمس زي ما قلنا. توريق لما نيجي نورقه ما بندوس عليه بتخلي توريق خفيف خالص، ما نكشفش العنود للشمس، لان مجرد الشمس المباشره لما توصل للعنود بتعمل فيه تشوهات كبيره جدا. صنف بيحتاج كميات ميه كبيره في فتره التحجيم غير الاصناف الثانيه، بيحتاج كميه ميه كبيره، بيجود في الارض الثقيله، ما يجودش في الارض اللي هي الخفيفه تماما. يعني لو ارض صفه او ارض ما انصحش ان هو يتزرع فيها. انا افضل ان هو يتزرع على اصل قوي، لانه في الاول احنا ما بنقدرش نديله وحدات ازوت كتير، لان الفرط بتاعه اثناء فتره الخف عالي جدا، يعني ده ممكن العنقود ينتهي تماما في فتره الخف ما تلاقيش فيه ولا حبه. لذلك هو بياخد وحدات نيتروجين ربع الوحدات العكس الاصناف الاخرى. مظبوط. فانت ما بتقدرش تديله وحدات ازوت عاليه، وبرضه محتاج نمو خضري بعد العقد قوي عشان يقدر يغطي العنقود كويس. الحاجه بقى المهمه والاخيره معلش، ان انت لما تزرعه يفضل انا ازرعه على البارون مش على الدبل سيستم. ومالش مش كيس. وافضل ان ازرعه مالش في شهر 2 عشان اخد شجره قويه تقدر تجيب مجموع خضر يغطي المحصول الكبير اللي بيكون موجود على الشجره في اول سنه، لان خصوبته عاليه جدا، بيجي بعد عنقود كبيره جدا. طب احنا يا باشمهندس اخر سؤال في دقيقتين، ابرز المشاكل اللي واجهت المزارعين الفنيه خلال هذا الموسم؟ هو بص في مشكلتين مهمين، الاول الدروميكس، الناس رشت بدري وطلع ايه الدروميكس برضه؟ عشان الدروميكس ده اللي هي الماده الفعاله بتاعته سيناميد الهيدروجين، اللي احنا بنرشوها عشان نبكر العنب ونعمل تجانس، نبكره 10 15 يوم عن الميعاد الطبيعي للتفتح ونعمل تجانس اللي النموات كلها تفتح مع بعضها. تمام. ده ما حصلش لسببين. السبب الاولاني الناس، في ناس رشت بدري وبعدين قابلتهم موجه جو كويس لطيف يعني مش حر، فكان ما كانش عندهم مشكله. اللي رش بعد كده الجو برد بشكل كبير جدا جدا.
السيول ديت عملت مشاكل كبيره جدا في التفتع وعملت اجهاد عنيد لبعض العيون، فبالتالي بقى في مشكله في الانتاج. دي اول مشكله. المشكله الثانيه طبعا لما جت السيول اللي جت في تكعيب عنب وقعت كليه، تمام. دي واحده. الثانيه ان الارض اتغسلت بالاملاح، ففي فعلا وانا كنت منزل صوره على كده في مزارع اتحرقت بالاملاح بالكامل، والحمد لله ربنا وفقنا والمزارع موجوده فالعنب النهارده ان شاء الله بفضل الله عز وجل. المهم المشكله الاهم بقى الاسرل. الاسرل ده احنا ده الاسيفون، دي ماده اللي هو هرمون الشاخوخه، احنا بنرشها في الوقت الاخير من الاصناف الملونه علشان تساعدنا على التلوين. ده هرمون بيخلق داخل النبات اصلا، ماشي. احنا بس بنحفزه. احنا السنه دايما انا برش من سنه 2010 عشان بودي، كنت بودي سوبر ماركت ريزل شويه في التحاليل، كنت برش مره واحده 50 سم للمية، غير الناس بترش، في ناس بترش 40 و30 40 20 مرتين، ده حسب المكان اللي اودي فيه او اللي هو المستهدف عندي. السنه دي الناس رشت حاجات مساعدات تلوين غير الاسرل، عملت مشكله كبيره جدا في التحاليل، فبالتالي ده بقى خلاص ما يقدرش يصدر. لان انا مثلا عايز اودي المانيا بقول اللي انا عايز 0.03. طب انا بشكر حضرتك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. احنا معانا الاستاذ محمد من مدينه السادات. استاذ محمد اهلا بيك، اتفضل. اسال المهندس سالم غنيم بعد اذنك. اتفضل بس بسرعه معلش. باشمهندس سالم ازاي حضرتك؟ يا مساء. انا المهندس محمد شفيق السادات. اتفضل يا باشمهندس. عايزين نسال بس سعادتك، ايه اللي بيحدد سعر العنب في مصر؟ هل اجتهاديه ولا المصدرين ولا في بورصه؟ شكرا. ايه المعنيه اللي بتحدد سعر العنب في مصر؟ شكرا جزيلا يا استاذ محمد. ده في 30 ثانيه عشان ما فيش وقت. بس في نقطه هضيفها في ده في 30 ثانيه كله براحتك. نقطه صغيره، ان صادف ان درجات الحركه منخفضه في وقت رش الاسر، وده يقلل من تكسير الاسر، فادى تركيزات عاليه في اثناء التحليل يعني. بالنسبه للسؤال بتاع الباشمهندس محمد، احنا للاسف احنا كل الناس اللي بتصدر او الشركات اللي بتصدر كلها اجتهادات خاصه، عرض وطلب، اجتهادات خاصه. الناس بتسافر بره تفتح لنفسها سوق وتبدا تطلع الكميات اللي اتعقدت عليها، لكن المشكله في المزارعين الصغيرين اللي غطت وكلفت وانتجت شغل تصدير وصرفت مصاريف عاليه جدا. لو المصدر او الشركات الخاصه دي لو مش محتاجه تكمل كمياتها منك او سوقها قفل بره، اذا انت العنب مضطر تبيعه محلي، وده اللي حصل السنه دي وشفناه في مزارع كتير جدا، جوده فوق الوصف واضطر ينزلها كلها محلي. انا بشكر حضرتك يا باشمهندس. في نقطه ثانيه بس ما فيش وقت. شكرا جزيلا ليك باشمهندس سالم غنيم مستشار زراعه العنب. شكرا باشمهندس رضا ابو العز. شكرا جزيلا لحضرتك وان شاء الله نلتقي مره ثانيه. مشاهدينا هنطلع لفاصل وبسرعه، وبعد الفاصل هيكون معانا الحاج عيسى الفلاح ونتكلم برضو عن الفلاحين. انتظرونا. عشان ابنك وابن أفرولاند إدارة تسويق تنمية.
عشان ابنك وابن أفرولاند إدارة تسويق تنمية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون في فقرة جديدة مع الحاج عيسى الفلاح. هنتكلم النهاردة عن الناس الشقيانين والناس التعبانين رغم فيروس كورونا المستجد، الناس اللي في الأرض موجودة وبتشتغل رغم كل الأزمات، رغم كل اللي بيحصل في البلد من 7000 سنة هم بس اللي شغالين. حاج عيسى الفلاح الفلاح الفصيح، أهلا بك يا حاج. مرحبا. عامل إيه؟ الله يبارك فيك. عاوزين نتكلم على الفلاحين التعبانين. والله قبل ما نطلع من منبر حضرتك كده نقول اللهم ارحم شهداء الوطن الذين ضحوا بانفسهم من اجل استقرار مصر، ونقول نشكر القوات المسلحه وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بالاسراع لانقاذ اخواتنا واولادنا من الميليشيات بتاع السرات لمصر، وتحية خاصة لرجال الأمن الذين أخلقوا الأمن في الشارع المصري. تحية كبيرة يا حاج. تحية للشعب المصري العظيم، شعب مصر. نتكلم على الفلاحين التعبانين والشقيانين. أنت واحد منهم يا حاج. ده الفلاحين خلاص طلعوا فوق الآخر. خسائر كبيرة للفلاح. النهارده زمان مفيش الميكنة بتاعت زمان. كنت تلاقي في الاصلاح الزراعي مكان للدريس، مكان للحرد، مكان للمياه، النهارده كل حاجه على حسابه. لما يقعد يزرع زراعه في الاخر هيخسر. مفيش كلام. اغلبيه الفلاحين راحت باعت الاراضي ودخلت في مشاريع. في طبعا اللي يكسب واللي يخسر، والاغلبيه خساره. لا، ما عندوش دراسة جدوى، ومش عارف هو هيشتغل فيها، هو عاوز يعمل ربح بأي تمن. لا، عليه مصاريف وعنده أولاده ما تتعلم وعنده الكثير والكثير، إن هو يعني متعور، عنده حاجات كتيرة قوي، عاوز يدفع فاتورة مية وعاوز يدفع فاتورة كهرباء وعاوز يشتري سولار وعايز يشتغل وعايز يجيب سماد، كله ده في الآخر في خسارة، مفيش مكسب. لا الخسارة ما نعرفش، ان مصر كان الزمان هي الدولة الزراعية في منطقة الشرق الاوسط وهي اللي متصدر للخارج. النهاردة مصر في الزراعة صفر، والكلام ده قلنا مرة واثنين وعشرة ومليون. الزراعة في مصر هنا ملهاش نتيجة. كان في زراعة اسمها زراعة الحوض، تلاقي ارض على بعضيها مثلا 150 فدان 200 فدان، صح؟ ده ما فيش فول بلدي من زرع في البلد، في الدولة بسيط. الفول البلدي ده اللي انت بتاكله في الصبح ممكن يخليك ما تجيبش لحمه لانه كله بروتين. لا، النهارده فول يعني اللي هو جاي من بره ده، من انجلترا ومن فرنسا ومن استراليا، فول هم ناكله خلاص والناس تعمل طعميه وخلاص. طب ليه بطلنا نزرع فول؟ والله لما حصلت حرب العراق والكويت، الله اعلم البترول لما انضرب في البحر وعمل حاجه زي الناموس كده وافات، بوظت الزراعه. يعني ما كانش يطلع تاني الفول، ما كانش ينفع.
بس في ناس بتزرع في الصعيد لسه ما زال دوقت بسيط مش قوي. المفروض يكون محصول رئيسي في الدولة الفول البلدي. يا رجل الدول اللي بره منتفرج على برنامج اسمه التيك توك، الهند تلاقي يعني انت بتفتح التيك توك حق ليه؟ ايوه انا لازم افتح كل البرامج واشوف اللي عليها. تلاقي في مصر هنا اما نقدم سفالة وقلة ادب وقلة حياة، في الدول التانية اما تقدم حرف، اما تقدم تشوف حاجات جميلة، المكنة تمشي مش اما يجيبها انفار تعزك. طب النهاردة الفلاح اتكرط، غير المهنة، ما هو عاوز يزرع عاوز ينظف الارض من الحشائش. تروح تجيب انت مبيت ترش الحشائش عشان تموت الارض، تروح ميتة من فوق، الطبقة الفوقانية دي تموت من الرش، لان الرش بيقتل الحشيش، هيقتل الطبقة بتاع الارض، وبهدل التربة وموت الفلاح. الفلاح متعور من زمان، جو متعور. طب واحنا جينا في ايام سودة، ايام الكورونا على العالم كله. يعني الناس، واحد ممثل جابني في محطة القطار بيقول لي انا عاوز اعمل معاك فيديو، البلد اتملت كورونا. قلت له لا، ده البلد اتملت كمامات. البلد اتملت كله كمامات، واغلبية الشعب مش خايف على نفسه، ده خايف على الغرامة. يقول لك البس ده، في لجنة البس دي، هو خايف يحسن يغرم، والله ما هو خايف على صحته، ده خايف يحسن يدفع. احنا ما نطالب الحكومه. طب ازاي حق عيسى الفلاح، الناس كلها دلوقتي بتقول ان قطاع الزراعه هو القطاع الوحيد اللي شغال في ظل ازمه فيروس كورونا. ده القطاع اللي شغال وتلاقي الفلاح تعبان فيه، لان هو الفلاح لما قامت ثورات 25 يناير وثوره 30/6 الفلاح ما كلش ولا قعد ولا نام، كان شغال 24 ساعه. كنت تلاقي ناس تطلع من جميع الاماكن بعربيات وبأعلام وبتكسير وبتثبيت وهلع، شغال في الدولة والفلاح شغال. ما قعدش ما كلش. الفلاح مالوش طبيب صحي، اشمعنى اللي يشتغل فراش في بنك، ولا يشتغل فراش في مدرسة، ولا يشتغل فراش في معهد ديني، ولا يشتغل في مجلس فراش اما يتعمل له تأمين صحي؟ اشمعنى الفلاح؟ مثله مثل القلم الجاف، بعد الأنبوبة ما تخلص يلا غور. طب لا، ما يتعملوش لا تأمين صحي، ما يكونش. هو في مش في قانون للتأمين الصحي صدر مع انه هو عصب البلد، هو اللي ما يزرع ويوكل الشعب ويعمل سد فجوة، بدل ما نستورد الغذاء من بره الفلاح ما يقدم الألبان واللحوم والزراعة. وما في جديد ليه؟ والكورونا بقى مش عارف، انا الكورونا دي فيها بالظبط متدينه، خايفه تروح الجامع يحصل لها حاجه، تروح القطر لا ما تلاقيش كورونا، تروح المترو ما تلاقيش كورونا، تروح البنك ما تلاقيش كورونا، تروح البريد اللي عليه ناس بالهلمة ما تلاقيش. انا رحت الجامع هتلاقي الكورونا جوه مستنياك هتموتك فيها بالظبط. احنا تعبنا جبنا الاخر، الناس اللي شغالة عندها كافيهات وعندها مطاعم جايبة قروض من بنك التسليف، والبنك عايز فلوسه يجيب منها، يسرق، يشتغل في العصابة، يشتغل رئيس عصابة عشان يسدد البنك، ولا يفتح المحل بتاعه والمطعم بتاعه. وبالتدريج، ما قال وزير السياحة، احنا سمعنا قال ان شاء الله الفنادق هتفتح بالتدريج والمطاعم والكافي شوب. انا وانا جاي دلوقتي اما اطلب من واحد سندوتشين اكلهم، قال لي احنا اخرنا الساعه 6. طب انا عايز اكل يا اخي، فايبر عايز اكل ما اتغداش، اخرك الساعه 6، خد رقم واطلب في التليفون وهيجيك الحكايه دي. مش هي دي مصر، كل واحد يحافظ على نفسه. طب احنا معانا مداخله من سوهاج، استاذ مجدي. استاذ مجدي. ايوه يا استاذ شعبان، اتفضل يا باشا. ازيك يا استاذ شعبان، ايه اخبارك؟ ربنا يخليك، اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. حضرتك انا معايا مشكله عايز اعرضها على الراي العام مباشره. اتفضل. انا في واحد من الشيخ علام، قريه الشيخ علام، مركز المنشاه، واخد مني مبلغ 3 مليون ونص. 3 مليون ونص كنت شايلهم فين حتى دول؟ ما
ما كنتش شايلهم، كنت دلو هم واخدهم مني من هنا، كانت مجموعة ناس وبعت أرض وبعت بيوت وبعت عربية سددت للناس، كنت لاممهم من الناس. تمام تفضل. وبعت ومسددت للناس وقعدت مع ناس أجزاء. الرجل ده اسمه نادي مشرقي خليل من قرية الشيخ علام، شهرة الضبع صدقي. ايه اللي حصل معاك يعني لما خد منك الثلاثة مليون ونص؟ خد الثلاثة مليون ونص، قال اشغلهم في الاراضي واشغلهم في العقارات واشغلهم في مصر واشغلهم مع ناس من هنا وناس من هنا، واخد قصارة في الوسطى في الغرب في بني سويف. بني سويف والنهاردة بكرة وبعد كده قال لي مالكش عندي فلوس. مفيش. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بعد كده يعني؟ هل انتوا في قرية واحدة من قرية واحدة صح؟ لا، قرية جنبينا. طب هل انت عملت محضر في اسم الشرطة او خدت اي اجراء؟ لا ما عملتش محضر. انا الناس اللي هي عايزة تاخد فوائد في واحد حضرتك واخد منه 100,000 جنيه واصلة 67,500 جنيه، باقي له حاجات بسيطة مشتكيني بمليون 54,500. يعني ده هي دي، احنا انا عارف ان المشكلة دي كبيرة جدا وفي توسع فيها كبير خلال الفترة اللي فاتت، وهي ان الناس بتدي فلوس. انا حاولت ادخل له ناس يعني بيقول انا معايا وسايط وانا معايا كذا وانا معايا كذا وانا معايا كذا، يعني ما قدرتش اوصل له وما قدرش اوصل له. كل طب احنا عندنا في الصعيد يا استاذ مجدي يعني في عائلات، ما حاولتش تتواصل مع العيلة بتاعته او الناس الكبيرة اللي عمده مع الشيخ؟ ما فيش. بيروح سعادتك اول ما بيروح بيقول انا معايا عيلة عمي، معايا عيلة عمي سندي وظهري واللي قرب مني اضربه بالنار. طبعا احنا بنوجه رسالة يعني، وان شاء الله نتواصل ممكن مع السيد المحافظ اللي هو طارق الفقي محافظ سوهاج، وممكن نتواصل مع المركز المنشاة اللي تابع لي، وممكن ان شاء الله نتدخل في هذا الموضوع. انا بشكر حضرتك استاذ مجدي، ويا ريت الرساله دي توصل للسيد محافظ سوهاج. يا ريت. انا كل ما بتكلم مع حد يا استاذ عبان بيقول لي بيع عيالك. طب ابيع عيالي لمين؟ يعني انت كمان الفلوس اللي انت واخدها دي مجمعها من الناس؟ انا سددتها يا استاذ شعبان، الفلوس انا سددتها. انا بعت، كان معايا عربيتين ونص، انا تاجر بط، انا بعت ست جراريط ارض وبعت اربع جراريط الا تلت وبعت عربيتين ونص، كنت مشارك على واحد. يعني انت كنت مجمع فلوس من ناس وديتها لنادي؟ وديتها لنادي ده. وسددت الناس، واغلب الناس قاعده معاها ايصالات ليا واشتكتني ليهم، انا خدت شهرين حبس. انا بشكر حضرتك جدا استاذ مجدي، وان شاء الله باذن الله بعد الهوا تواصل معانا ونحاول نتواصل مع الجهات المسؤوله في محافظه سوهاج ونحاول نحل المشكله دي، وممكن من خلال الناس يعني شيخ العيلة أو عمدة العيلة ممكن تتواصل معاه ونكون وسيط في هذا الموضوع وحل هذا الموضوع، خاصة أن مشكلة أن الناس دلوقتي بتجمع فلوس وبتديها لواحد يشغلها، دي مشكلة كبيرة جدا خاصة في محافظات الصعيد، وعمليات النصب زادت بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة. نتمنى من الناس ما تديش فلوسها لحد مقابل فلوس ممكن تكون ربا عن هذه الفلوس، وده طبعا في الدين والشرع ده حرام. فنتمنى من الناس انت شغل فلوسك بنفسك، يعني ليه تديها لواحد يشغلها لك وانت مش عارف؟ ممكن يشغلها في مخدرات، ممكن يشغلها في اي يعني حاجة غير شرعية او محرمة، وفي الاخر انت تاخد فلوس حرام، وكمان فوق ده كله انت بتاخد نسبة محددة كل شهر عن الفلوس، وبالتالي الفلوس دي ممكن تكون ربا او هي ربا بالفعل. فنتمنى من الناس انها ما تتجهش في هذا الاتجاه، خاصة اننا ده مش أول شكوى، لكن في شكاوي كتير خلال الفترة اللي فاتت من عمليات النصب وعمليات الربا والناس بتجمع فلوس وفي الآخر بتروح. نتمنى من الناس يعني اتبعوا الدين شوية وابعدوا عن الطريق ده، خاصة أن النصب فيه كتير. حاج عيسى الفلاح، نكمل الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا بقى تلاقي في كل دولة في ميكنة. هنتكلم على حته المكنه دي، يعني زمان كان في جمعيه زراعيه، الاصلاح الزراعي في الجمعيه الزراعيه، كان في جمعيه زراعيه. دلوقتي فين الجمعيات الزراعيه؟ ما في. لا، في جمعيه زراعيه مبنى وناسها ما تقبض في فلوس وما فيش حاجه. يعني انا قاعد مكاني كده عشان اديك شويه سبخ تاخدهم ولا سماد ولا ما فيش. كنت تلاقي مبيدات، ما فيش. النهارده المبيدات لما تتحول على مراكز وعلى محلات، وممكن مبيدات غير صالحه.
مبيدات ممكن تنش في الزرع، مبيد مثلا ملوش اي نخشوش مضروب ملوش تفاعل. النهارده تلاقي كمان المواشي بتاع الفلاح نزلت الصفر. يعني المفروض حتى يكون في ايوه اللحم رخيص ولا غالي ولا ده ولا ده، يكون الفلاح مدعوم من الدوله. لازم الفلاح يندعم لان هو المصدر الرئيسي في مصر، هو اللي ما يحجج يعني زراعه ويحجج ايه، هو اللي بياكل الناس سد فجوه صح. في الدوله. لا الراجل ده ما اعتبره مش موجود، ما فيش فلاح. مع اني هات اي شاب يقول له روح لغيتك يقول لك انا مش شغل دي، ده شغل ده، ينزل الطين ده، ينزل الطرعه ده، يروح قتيل ده عادي. يشتغل يكسب، ما يكسبش يخسر عادي. طب لا طب ما هو مش هيزرع تاني. انت كراجل مزارع انت فرحان يعني ان انت زرع صوبه ما تطلع منها شويه ملوخيه ولا شويه ده صوبه. ده زرع شتوي جوه صوبه جوه كيس. لا انا عاوز ازرع زراعه مفتوحه. عاوز بس ده نظم الزراعه الحديثه يا حاج عيسى. عاوز اجيب ميكنه. ما هو ده ما هو ده هو ده اللي بيجيب الانتاج. انت النهارده لما تجيب ميكنه هتروح متجه لنظام الزراعه وتخلي الزراعه على الحوض ارض على بعضيها. طب هي فكره الحوض دي ازاي ممكن نرجعها تاني؟ يعني احنا زمان في الصعيد عندنا كانت مساحه الحوض مساحه كبيره جدا توصل 200 فدان او 150 فدان بتزرع محصول واحد، وكان زمان لو فاكر كانوا بيرشوا بالطيران الحاجات. بالطيران. طب ليه النظام ده مش موجود دلوقتي وازاي ممكن نرجعه تاني؟ طب ما هو مفيش. طب هات لي جمعيه زراعيه ما تطلع مبيد عشان الطياره تيجي، فالطياره اللي هتطير وتنزل لك والطياره ياخد كذا والطياره تاخد كذا. ده الفلاح يروح يموت بعد لان الزرع بتاعه مش هيكسب. هو على زي ما يخلص زراعه يكون راح في داهيه. ده في ناس اما تربي مواشي قسما بالله مش اما تاخد منها كيلو لاح. عاوز يسدد عليه فاتوره كهرباء، عليه فاتوره ميه. الحل ايه من وجهه نظرك يا حاج عيسى؟ الحل ان الحكومه لازم تدعم الفلاح من الالف للياء. بايه بقى؟ ايه اوجه الدعم اللي ممكن تدعمه؟ تمام. الارض الطينه ارض بقت قديمه ما عندهاش انتاج قوي. الاستثمار في الصحراء وفي ارض مليون ونص فدان يكون في دعم. في حفر، في ابيار تتحفر بحيث ان انت تزرع وتلاقي رزق. يعني عندك الناس اللي رايحه ليبيا دي واللي رايحه عرابي ما هتيجي تشتغل في مصر. انت لما تطلع رزق وتطلع زراعه عدله، الايام اللي فاتت كان بيا برميل البترول $18، بيا شوال البصل $30. يعني احنا كنا بنصدر زمان الكرنبيط والكرنب والبصل الاحمر وهدي لروسيا، الطماطم للاتحاد الاوروبي. من سنتين رحنا استوردنا من الاردن طماطم. لا احنا فاهم البلد اتملت عربيات وصفيح وسكاسك وتكاتك وموتوسيكلات، فالزرع انت عينك دلوقتي مش لما تشوف غير حديد. هل انت ما تشوف راجل ماشي جاي من الغيط اراكب حمار ولا جرر مواشي ولا جايب برسيم ولا لا؟ ما فيش، في حديد ماشي على الارض بس. نتمنى يا حاج عيسى ان شاء الله الدوله تنظر للفلاحين خاصه صغار الفلاحين الموجودين في القرى. وسؤال بقى انا عايز اخر حاجه عشان الوقت خلص، سؤال عايز اقدمه لوزير التربيه والتعليم. مش في كورونا في الدوله؟ في كورونا ما فيش؟ في ولا ما فيش؟ في كورونا وفيروس منتشر. لا شباب الثانويه هتمتحن يوم 21. طب المدرسين مش عايزه تروح، يقول لك انا هروح اخد عدوى ولا طبعا الامتحان زي القطر وزي المتر وزي البنك والمسجد والكنيسه هيتقفلوا اللي بيصلوا فيهم. بص احنا ما عندناش غير ربنا وعندنا النبي دلوقتي وعندنا الدين. ما عندناش حاجه. بشكر حضرتك جدا حاج عيسى الفلاح الفصيح. شكرا جزيلا ليك مشاهدينا، شكرا جزيلا ليكم. انتظرونا الخميس المقبل ان شاء الله 9 مساء ومعكم شعبان بلال. بقدر
شباب في الكون مصر هتزرع كذا مليون هنصمم عالحلم ونوصل وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر احلى وهيهون يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات دي نصرنا والصحراء الصفراء تخدرا وساعدنا بإيدنا نطورا بسم الله على الله توكل. عشان ابنك وابن أفرولاند إدارة تسويق تنمية.